اختي. لا ما يعني لا فكرة ديالي ما تخلينيش نتزوج بواحد اكبر مني، يعني كل واحد والظروف ديالو، كل واحد كيشوف على حسب راسو، يعني كل كيمشي على حسب العقليه ديالو. العقليه ديالي كتقول لي انا اخذ وحده صغر مني ولا قدي بعد على اقل كبر مني. لا حيت دابا حتى بنادم فاش كيشوف فيك كيقول لك واش واخد مراه قد امك ولا شنو كيقول لي. يعني ما تقدرش تبغي وحده كبر منك، يعني الا بغيتي غتاخذ وحده قدك ولا صغيره منك. لا ما ساهل سالي باطيخ. خشي الدائره ولات كثيره فهمت، يعني انك تكون غادي في الشارع تتلقى في المثل واحد جون غادي مع مراه كبيره ولا فهمت، يعني با غاف فهمت. المهم انا بالنسبه ليا الا كانوا عندنا الفلوس علاش لا نقبل نتزوج بها على الوضعيه اللي كنعيشوا فيها نقبل، علاش ما نقبل. لا انا ما عنديش المشكل بالنسبه ليا في المثل الا كانت كتفهمني في المثال وغادا ليا في المثال على السيستم ديالي في المثال غتشتي على داك الشيء اللي باغي انا ما كاينش مشكل. لا مازال كبر مني نو امبوسيبل. لا باسكو الظروف دابا اللي كاينين خاصك دابا تزوج بوحده اللي في مقام ديالك باش يلاه تجيبي معاها تعادل فهمتيني. ودابا كنشوف واحد الظاهره بزاف اللي ولات نيت بزاف كما قلتي انت، كاين لي جون دابا اللي كيتزوجوا كيتزوجوا بوحده فوق من لاج ديالو فهمتيني. مي راه امبوسيبل، تا هو راه عنده مشكل، غيكون عنده مشكل في المستقبل فهمتيني. حيت واحد الانسان خاصك تشوف واحد الانسان اللي غيكون اجي معاك فهمتيني، واللي غادي يتفاهم معاه في الحياه ديالك. نو امبوسيبل، هذه هي اللي ما غاتكونش. وانا تزوجت معطل، تزوجت على 40 عام وعاد تزوجت وهذاك الشيء وما لقيتش المراه اللي توافقني. اييه حتى دابا ماشي مشكل، انا كنقبل المراه نتزوج بها قبل من اكبر مني بستين، ما كاين حتى مشكل. وهذا ماشي مشكل، عندها الفلوس ولا ما عندهاش شي مشكل ماشي مشكل. لا باقي اختي هي نتزوج بها علاش لا، خصها تكون بنت الناس وتكون طيبه علاش، ما كاينش الفرق ما بين السن. اغلبيه دابا خداو دريات صغار وما فهمتي وما كيصدقش ليهم الزواج، اما الا خديتي وحده كبيره تقدر تفهم انت وياها لا ما عنديش مشكل. بالعكس تكون ماشي تكون عاوتاني كبيره عليا في السن، تكون هاد 3 سنين بحال هكاك ماشي مشكل، عامين ماشي مشكل. بالعكس الا تفاهمت معاها وتوامش بالعكس ناخذها اختي ماشي مشكل، بعامين 3 سنين ماشي مشكل. المهم تكون المفاهمه لا 10 سنين لا اختي فهمتي، على حساب السن بنادم خصو يكبر يتزوج باش ولادو يكبروا معاه، ماشي عاوتاني تكبر حتى وكتشوف ولادك باقيين صغار ما جاتش. لا انا مطلق في حالتين، الا كانت سواء ارمله ما عندهاش او لا هي تكون ديجا مطلقه ما عنديش مشكل. حيت النبي صلى الله عليه وسلم راه كان واخد امنا عائشه راه كتكبر منه، حيت لانه اصلا حيت الزواج حله الله سبحانه وتعالى، يعني بالنسبه للسن ولا شي حاجه يعني كتبقى غير بالنسبه للمده ديال المراه، هي اللي كانت السن ديالها كبير على حسب الاولاد ولا شي حاجه، يعني هي اللي كتبقى عندها داك المشكل. اما الراجل لا ما عندوش مشكل، انا ما عنديش مشكل كتوخا تكون كبر مني، وراه الماكسيموم كاع الا كانت تكون واحد 10 سنين ولا 11 عام كاع، يعني زعما الا بغيت نعيش زعما الحياه ديالي على قد المستطاع يعني غادي تكمل معها. خطا الا كنتي بغيتي دير واحد القضيه يعني تاخذ شي مراه كبر منك يعني ديرها في الذمه ديالك، هذيك حاجه اخرى. الحياه لما تجوج كتجوج مع ما تهويش، اما المال ديالها ولا النسب ديالها ولا الجمال ديالها ولا الاخلاق ديالها. لا مازال ويلا كنقرا الا ما نزوجش بها. فارق السن راه حاجه ضروريه، كنشوف انا حاجه ضروريه بالنسبه للسن، حيت غيكونوا مشاكل من بعد نقدروا نعيشوا مشاكل بسبب السن. الدرجه الاولى تكون قد ولا صغيرة مني بعامين كاع تقريبا صافي هادشي اللي كاين. لا لا ما يمكنش كبر مني لا، والدي اصلا ما يبغوش. المجتمع كله وكله كيشوفه حسب الزاويه ديالو، كل واحد وكيفاش كيشوف.